اول ها هو لدا صراحه أعجبتي فكرته وسوف ندخل ونراها سوف ننتظر حتى يفحص هنا فقط ننتظر بضعة ثواني حتى يعمل سكان ثم على الديماري او البدء ثم الان سوف يعطيك ايقونه سوف يوفر لك مساحه فاكيد اذا كان لديك هاتف غير منظم او به الاندرويد غير منظم الاندرويد هناك بعض الهواتف باندرويد غير منظم لهذا انت تختار التطبيقات المهمه لك انا اختار مثلا الفيسبوك اكيد سوف تكون موجوده بهاتفك اختار فيسبوك ماسنجر هكذا جيماي اليوتيوب جوجل كروم واضغط على اجوتي اختار التطبيقات المهمه بالنسبه لي ثم اكسبت تصفيتها ك يعني هذه التطبيقات في خانه خاصه بها و لإزالة أي تطبيق تنقر عليه هكذا ثم تأخذ هنا إلى إفاسي. ثم هكذا ولإضافة أي تطبيق نضغط على أجوتي أن أبس نضيف أي تطبيق مثلا هذا التطبيق نضغط على أجوتي هكذا ولدخول أي تطبيق مثلا ننقر فقط عليه هكذا مثلا وصف وجهني اليه انظر يختصر لنا عده اشياء فتطبيق جميل جدا وانصحكم به بشده الان سوف نطلع حتى تدخل الى الجيميل فقط يعمل يعني يعمل فحص فص اكيد و تضيف اي ايميل وهنا كذلك بالنسبه للفيسبوك نفس الشيء تنقر على الفيسبوك وتتوجه الى الفيسبوك انظروا هكذا فيسبوك فقط تطبعه على ثواني يعني يختصر لك عده تطبيقات في تطبيق واحد وانظروا وجهني الى الفيسبوك التطبيقهني صراحه هذا اظن افضل تطبيق خلفيات سوف اشرحه بالقناه صراحه بخلفيات بدقه كبيره جدا انظر الى دقه الخلفيات صراحه خلفيه مبهره وانا اكيد سوف احتفظ به بهاتفي بي هنا بيبيلا الشائعه هنا الريسنت الاحدث الخلفيات الاحدث هنا كاتيجوري حسب الفئه هناك عده فئات صراحه هذا من افضل التطبيقات التي شرحتها للخلفيات بخلفيات رائعه لاضافه اي خلفيه نقر عليها هكذا فنحن تعودنا عن هذه الامور فقط تنقر عليها هنا هذه هنا لتحمل اي خفيه نعطي فقط الصلاحيات اكيد وسوف تحمل في بضعه ثواني سوف ننتظر انظروا هنا يعمل الشاش في الاسفل ويقول لك انظروا تم تحميل الصوره انظروا رائعه جدا وهنا تنقر هنا لكي تعينها كخلفيه في هاتفك سوف انظروا تم تعينها الان انظروا تم تعيينها بنجاح صراحه تم تطبيق خلفيه رائع جدا انصحكم به بشده تلت انمي شو الى شق الانمي فانا لست من عشاق الانمي لكن اطرحها بين ايديكم هنا اظن هذه في الخانه هنا اظن بالإنجليزي او لغه اجنبيه لكن هنا بالعربيه ننقر عليها تطبيق منظم هناك انظروا انمية الشتاء الرابع الصيف وتدخل اليها وهنا كذلك هناك جديد الموقع مسلسل مثل الاشياء مكتمل عفوا هناك بعض الاعلانات وهنا تنقر على مثلا اي واحد منهم هنا يعطيك العروض تنقل عليه لكي اريكم فقط نبدا عن كيف يشتغل هذا التطبيق فأنا دائما ما أريد إتم الشرح جيدا لكي تكون لا تكون هناك أسئلة كثيرة <applause> الآن انظروا الآن يعطيك تاريخ ذلك الأنمي هناك كم شخص أعجبه التعليقات هنا التقييم كمل في العمرية وهذه الأشياء و يعني كل التفاصيل هنا قصة الأنمي هنا تصنيف الأنمي صراحة منظم تختار أي حلقة مثلا هناك عدة حلقات أنا سوف أختار عشوائيا عشوائيا أختار الحلقة لكن فقط اريكم كيف ايش هنا يعطيك يعني عده سيرفرات هذا ما احبه انا عندما تكون عده سيرفرات فيكون التشغيل جيد هنا لتحميل الحلقه وهنا اذا كانت لديك مشكله وهنا معلومات عن ذلك الانمي كذلك ولتشغيل اي حلقه فقط تضرب بتاع ثواني هنا لكي يعني تعطيك النافذه التشغيل سوف ننتظر نحن كذلك بتاع ثواني او يمكنك التنقل يعني بين السيرفرات مثلا هذا السيرفر تنقل على هنا وصف يبدا باشتغال خلال بتاع ثواني فقط تنقر هنا وصف يبدا بالاشتغال انا لا اريد اطراد الشرح لهذا سوف ننتقل الى تطبيق اخر التطبيق الرابع وهو أشهر ستة آلاف كلمة إنجليزية فأنا أهتم كذلك بفئة من الناس التي تسافر وتريد بعض المعلومات عن لغة أجنبية فأكيد الإنجليزية هي الأهم فهي أكثر اللغات شيوعا في العالم وأكثر تكلما لهذا هذا التطبيق سوف يفيدك تضغط على ابدأ التعلم وسوف يعطيك يعني الكلمات وهنا يمكنك النقر هنا ويعني يتحدث سوف نرى انظروا أنت هكذا هناك أكثر من ستة آلاف كلمة انظروا يمكنك التنقل بينها وأكيد سوف تفيدك ف تاخذ يعني الكلمة الشائعة عن تلك اللغة لكي يعني على الأقل تستطيع التصرف هنا اختبر نفسك إذا أردت اختبار نفسك ومعلوماتك يمكنك يعني الفهم يعطيك كلمة باللغة العربية وهنا تختارها بالإنجليزية صراحة شيء رائع جدا في هذا التطبيق هنا قاموس الكلمات هنا قاموس كذلك التطبيق الأخير الذي قلت لكم في بداية الفيديو بأنه أعجبتني الفكرة صراحة مرة على مرة نترك التطبيق فارد من نوعه تضغط على كومونسي هنا لتجربته وانظروا كيف يعطيك التطبيقات حاول اظن 24 تطبيق انظروا يمكنك انظروا صراحة يعطيها لك هنا كانها في كومة ولدخول اي تطبيق فقط تنقر عليه اي تطبيق ويدخل اليه بطريقة بسيطة جدا انظروا دخلت الى هذا التطبيق ادخل الى كاروندري انظروا صراحة يختصرها لك كذلك التطبيقات ولضبط اي صورة وبيبر تنقر عليها هنا ضبطها وتختارها كخلفية في الهاتف تضغط على دافينير وسوف تصبح يعني تختار إكرون يعني الفيديو لان يعني انت بتفتح الهاتف او إكرو العادي يعني اتصفح انا لا اريد تعيينها وهنا في الرجلي تختار عدد التطبيقات هنا كم مثلا 60 تطبيق او اقل انت اختار هنا كم حجمها واشياء اخرى لا تهمك الان اقول لكم قد وصلت الى نهاية هذا الفيديو اتمنى ان ينال اعجابكم على الاقل تطبيق واحد فقط شجعني بلايك انا واشترك بالقناة واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته